بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من قبل ومن بعد. طبعا جهود قطاع الإغاثة مستمرة منذ الإعلان عن حالة الأنواع المناخية أعصار شاهين. طبعا منذ تلقي القطاع الإعلان عن الأنواع تم البدء بالاستعداد ووضع الخطة اللازمة للاستعداد للأنواع والترقب مصادر التي ترد من الجهات المختصة، وتم البدء بالتحضير وتجهيز مراكز الإيواء للفئات التي ربما تستهدف. لله الحمد، طبعا الجهود متكاتفة من قبل الجميع. تم تجهيز عدد 48 مركز للإيواء في شمال الباطنة وعدد 20 مركز في جنوب الباطنة. تم تفعيل 44 مركز خلال الأنواع المناخية على مستوى شمال الباطنة، وتجهيز 9 مراكز على مستوى جنوب الباطنة. لله الحمد، الآن بقيت فقط حوالي مركزين فقط، ولله الحمد الأغلبية رجعوا إلى مساكنهم بحمد الله وفضله. طبعا الجهود مستمرة من حيث توفير الإعاشة وبعض المعونات والإمكانات التي تتوافد لنا من قبل القطاع الخاص، ومن قبل الأفراد، ومن قبل الفرق الخيرية والتطوعية والجمعيات. لله الحمد، شهد هذا المجال حوالي 1700 شاحنة كبيرة، أيضا 330 سيارات دفع رباعي، جميعها محملة بالشحنات والمواد التي يمكن أن تغطي المناطق التي شملها الأعصار، وهي ولاية صحم وولاية الخابورة وولاية السويق وولاية المصنعة. طبعا الضرر الكبير وقع على ولايتي الخابورة والسويق، ولكن أجزاء من المصنعة وصحم أيضا تأثروا. تم تشكيل فرق عمل ميدانية لزيارة هذه الولايات الأربعة. تم أيضا تجزئة هذه الولايات إلى قطاعات، كل قطاع يشرف عليه فريق عمل. هناك فرق تنزل من بداية الصباح وتعود نهاية الفترة المسائية، تعيد تحليل الاستمارات التي تم دراستها خلال فترة اليوم وإرسالها إلى الجهة المختصة للصرف للفئات التي تستحق المساعدة الفورية. طبعا هناك جهود متواصلة بين القطاعات المختلفة، قطاع الإغاثة والقطاعات الأخرى، لعودة الأمور إلى ما كانت عليه وإلى طبيعتها، من حيث فتح الطرقات، ومن حيث أيضا عودة الخدمات إلى ما كانت عليه ولو بنسب كبيرة على الأقل. الحمد لله، شهدنا كثير من الحركة الآن من قبل أفراد المجتمع وفتح المحلات وإعادة بعض الأنشطة إلى طبيعتها، لكن طبعا لأن الضرر كبير يحتاج منا أيضا نوع من الصبر، وأيضا يحتاج منا نحن كمؤسسات أن نبذل أكثر جهد للحد من الاحتياج وأيضا الحد من المشكلة التي ربما يتطلبوها من قبل أفراد المجتمع أنفسهم. أخواننا وزملائنا أيضا في هذا الحقل مجتهدين ومجدين في أعمالهم رغم الصعوبات، ورغم أيضا فترة الصيف والفترة الصباحية هم أكثر أيضا يقضوا فيها في الميدان، إلا أنهم مثابرين وجادين في عملهم حتى يغطوا أكبر قدر من الحالات التي تضررت. أيضا هناك جهود أخرى من قبل القطاعات الأخرى للحد أيضا من هذه المشكلات التي يعاني منها أفراد المجتمع. نأمل إن شاء الله تعالى أن تعود الحياة إلى مجراها، ونحن أيضا مستمرين طبعا الفترات القادمة بغض النظر عن طبعا استمرارية المنظومة أنها تشتغل بشكل متكامل، لكن إحنا كأيضا مؤسسة مستقلة سيستمر عملنا مع الأفراد والوصول إليهم والنظر إلى احتياجهم وفق أيضا ما يتطلب منا إحنا كنظام كمؤسسة تنموية في هذا المجتمع. هناك طبعا جهود أخرى من قبل القطاع الخاص لا زال يتوافد بعض الإمكانات من حيث توفير العمالة أو أعمال النظافة للمساعدة في نظافة بعض المنازل التي لا زالت تحتاج إلى نظافة والعودة إلى طبيعتها. جهود أيضا الأخوة في الفرق الخيرية كبيرة ومستمرة خاصة في الإجازات الرسمية. بأمانة ما لمسناه من تلاحم ومن تكاتف ومن تضافر لهذا الوطن وأبنائه يشجعنا دائما ويدعونا أن نضع هذا الوطن نصب عينينا، وأيضا أن نضع يدنا بيد للحد من المشكلات التي يعاني منها أفراد المجتمع وأهلينا في المناطق التي تضررت بشكل كبير.
نتمنى إن شاء الله التعاون من قبل الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا جميعا كل شر، وأن يحفظ هذا البلد وأهله والمقيمين عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.